الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، ثم أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في نظرية العقد. تحدثنا عن العاقد وشروط العاقد، وتحدثنا عن المعقود عليه وشروطه، وتكلمنا أيضا عن الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة، وقلنا إن العقود لا بد من الرضا فيها، والرضا هذا أمر خفي، فيمكن أن نتوصل إلى ما يدل عليه، وذلك من خلال الصيغة أو من خلال الكتابة أو إلى غير ذلك من الأمور التي تسمى بالإرادة الظاهرة. ووصل بنا المطاف إلى الخيار. تكلمنا عن خيار الرؤية، يعني وبداية قلنا أن الخيارات، هناك خيارات حكمية، ومعنى حكمية أي أنها تثبت بمجرد حكم الشارع، يعني بمجرد أن تتعاقد مع إنسان فتثبت لك بعض الخيارات. كذلك هناك خيارات إرادية، وهذه الخيارات الإرادية هي التي تثبت في العقد إذا ما اشترطها أحد المتعاقدين، فتنشأ هذه الخيارات بالشرط، وتنشأ هذه الاختيارات أو هذه الخيارات عند توافر رغبة أو اتفاق المتعاقدين. قلنا لكم بالأمس من الخيارات الحكمية خيار الرؤية وخيار العين، والخيارات الإرادية خيار الشرط وخيار التعيين. وعرفنا خيار الرؤية، وقلنا هذا الخيار يثبت حينما يكون المشتري اشترى شيئا ولم يره، يعني اشترى شيئا ولم يره فله الخيار إذا رآه، فهذا وإن لم يشترط، يعني إذا اشترى شيئا ولم يره فالشرع كفل له الحق عند رؤيته، له الخيار إما أن يتم العقد وإما أن يفسخ. ويمكن يا مشايخ يثبت هذا الخيار، يثبت أيضا عند رؤيته للشيء قديما، يعني مثلا رأى الشيء هذا الذي يريد شراءه منذ عامين أو منذ عام، ثم تعاقد مع آخر من أجل شرائه، ففي هذه الفترة الزمنية قد تتغير الأمور، قد يتغير هذا الشيء، فلذلك الشرع الحنيف كفل له الحق في أن يراه. إذن ما هو؟ هو أن يكون للمشتري الحق في إمضاء العقد أو فسخه عند رؤية محل العقد، تمام؟ هذا متى؟ إذا تم التعاقد ولم يرى الشيء أو رآه منذ زمن بعيد. صورنا صورة لهذه أو لهذا الخيار، قلنا فلان اشترى من فلان سيارة، يعني هما يجلسان في قاعة العلم أو في مكان،
فقال أريد أن أشتري منك، أو هو يقول عندي سيارة، فقال أنا أشتريها منك، فقال قبلت. تمام، هذا البيع تم، لكنه موقوف. موقوف على ماذا؟ على خيار الرؤية. مشروعية خيار الرؤية اختلف الفقهاء في خيار الرؤية بناء على ماذا يا أستاذ؟ بناء على اختلافهم في بيع العين الغائبة. هل يجوز أن تبيع عينا غائبة؟ اختلف الفقهاء، فمن قال يجوز بيع العين الغائبة قال يثبت خيار الرؤية، ومن قال لا يجوز قال إذن ما في شيء يسمى بخيار الرؤية. إذن اختلف الفقهاء في مشروعيته. ما السبب في هذا الاختلاف؟ هل يجوز العقد على العين الغائبة أم لا؟ فمن ذهب أو من قال بالجواز قال بخيار الرؤية، ومن قال بعدم الجواز لم يقل بخيار الرؤية. خيار الرؤية يا شباب يثبت عند السادة الحنفية بحكم الشرع، لأن هو حكم ليس إرادي، دون الحاجة إلى اتفاق أو دون الحاجة إلى إرادة المتعاقدين. هل يمكن لأحدهما إسقاطه قبل العقد؟ لا يجوز، لا يمكن لأحدهما إسقاطه. لكن يا أستاذ لو المشتري تنازل عن حقه ما في مشكلة، لا يمكن لأحدهما إسقاطه قبل العقد. أما عند السادة المالكية فهم يقولون ليس خيارا حكمي وإنما هو خيار إرادي، فلا بد من اشتراطه في العقد. تمام، إذا خيار الرؤية عند الحنفية حكمي، عند المالكية إرادي. كذلك يشترط في خيار الرؤية أن يكون المعقود عليه محل العقد عينا، دار، سيارة، طيب إذا كان دينا لا يثبت خيار الرؤية. يشترط في خيار الرؤية أيضا أن يكون المعقود عليه في العقود التي تقبل الفسخ. تمام؟ يعني تنفسخ بالرد كالبيع، الإجارة. تمام؟ ممكن ينفسخ برد العين المأجورة، كذلك الصلح على دعوة المال برد المال المصالح عليه. إذن خيار الرؤية هذا يكون في العقود التي تقبل الفسخ. من الشروط أيضا أن يكون المشتري لم يرى السلعة أثناء العقد، أو ممكن يكون قد رآها منذ زمن. يثبت أيضا الخيار الرؤية بعد رؤيته للمعقود عليه. تمام، لو كان قد رضي به قولا قبل رؤيته، تبيعني بعتك السيارة، هكذا لا بد من رؤيتها حتى يكون البيع صحيح. الذي يهمنا هو أثر خيار الرؤية على العقد، لأننا نحن نتكلم في نظرية العقد. العقد الذي يثبت فيه خيار الرؤية عقد غير لازم. ما معنى لازم؟ العقود التي أخذناها بالأمس. لازم لا يسمح لأحد، لا يسمح لأحد بفسخه. طب إذا كان هناك خيار رؤية، إذا هو عقد غير لازم، نافذ. تمام، نافذ، أصبح نافذا، يبقى إذا العقد غير لازم. طب إذا رآه
ووافق أصبح نافذا. نعم. تمام؟ لازم. نعم، أصبح لازما أو نافذا. يبقى هذا الحق، حق الرؤية، ينافي اللزوم. تمام؟ وكذلك اللزوم هذا ينافي حق الفسخ. الفسخ هذا منحه الشرع الحنيف للعاقد. لماذا يا أستاذ؟ من أجل المحافظة على ماله، من أجل أن لا يكون هناك غش أو تدليس إلى غير ذلك من الأمور. متى يسقط خيار الرؤية؟ متى يسقط خيار الرؤية؟ يسقط خيار الرؤية بما يدل على إمضاء العقد. يعني إيش يا أستاذ؟ يعني بعتك هذه السيارة، فذهبت رأيت السيارة فأخذتها وركبتها وانتفعت بها، هذا يدل على إمضاء العقد. تمام؟ يبقى إذا تصرف المشتري بالمبيع، أو هذه السيارة أخذها فإذا به يحدث عيبا، تعيب المبيع في يده، إذا لا خيار له. تمام؟ سقط حقه في رده بخيار الرؤية. تمام؟ يبقى إذا خيار الرؤية هذا من الخيارات التي اختلف فيها. الحنفية يرونه حكمي، المالكية يرونه إرادي، وأثره يجعل العقد غير لازم. لماذا؟ لأن الرؤية تنافي اللزوم. ما هو خيار العيب يا أستاذ؟ العيب أيضا من الخيارات الحكمية، ليس إرادي. تمام؟ وهو يعني مفاده أو معناه أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيب في المعقود عليه. ما معنى هذا الكلام؟ اشتريت هذا الهاتف من الشيخ رضوان، بعد يوم نظرت أو ذهبت إلى أهل العرف، إلى أهل التخصص، فقال لي هذا ليس بجيد، هذا به عيب كذا وكذا. هنا يجوز لي أن أمضي العقد أو أن أفسخ العقد، الحق لي أنا. تمام؟ يبقى فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيب في المعقود عليه. بالأمس كان هناك عدة أسئلة عن الشروط، واليوم سنتكلم عن الشروط. يعني هذا السؤال سأله الشيخ ضمير، وهذا السؤال الذي سألتموه أنتم، هذا يعني موجود سنتكلم عنه اليوم بإذن الله. طيب، إذا خيار العيب يا شباب أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه متى؟ إذا وجد عيبا. هل هو مشروع؟ أجمع الفقهاء على مشروعية خيار العيب. كل هذه الأحكام لو تأملتم فيها يا شباب تجد أن الله سبحانه وتعالى شرعها لمصلحة العباد. تمام؟ يعني هناك مقاصد الشريعة، الحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض، هذا من أجل الحفاظ على المال، وكذلك النفس، لأنه ممكن يؤدي إلى التنازع الذي يؤدي إلى المقاتلة وهكذا. فمن أجل ذلك الشريعة الإسلامية وضعت لنا هذا. لذلك حينما
يتأمل يعني أولئك الذين يسنون القوانين ويضعون القوانين في مثل هذه الأمور يتعجبون، تمام؟ لا يستطيع أن يصل إلى مثل هذه الأمور، لأن هذا وضع الشرع من الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قلت لكم في بداية هذه المحاضرة، هناك من اعترض على تسمية النظرية، قال لا نسميها بالنظرية، نظام وضعه الله سبحانه وتعالى. كذلك تأملت في كتب الفقه تخرج لنا بهذه النظرية المتعامة. يبقى إذن العقد يتم على أساس أن المعقود عليه لا عيب فيه، هذا هو الأساس. أنا وافقت أن أشتري منك بشرط، يعني وإن لم أتلفظ، أن يكون المبيع سليم من العيوب. طيب ظهور العيب هذا منافي للرضا، والرضا هذا مبدأ من مبادئ نظرية العقد، تمام؟ قلنا لابد من توافق الإرادتين، رضا، تمام؟ كيف هذا يا أستاذ؟ يعني يكون عندك رضا. الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب إذا كان في المبيع عيب ما في رضا، انتفى الرضا، فبالتالي تفسخ. يجوز أن الشرع جوز لك الشرع هذا أن تمضي العقد أو أن تفسخه، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم باع لأخيه بيعا وفيه عيب إلا وبينه، لابد من بيان العيب. طيب ما هي شروط خيار الرؤية يا شباب؟ خيار الرؤية يثبت دون الحاجة إلى شرط، إذن هو حكمي ليس إرادي. يعني خيار العين، خيار الرؤية اختلف فيه، الحنفية قالوا حكمي، المالكية قالوا إرادي، لكن خيار العين هذا حكمي، لا تدخل لإرادة المتعاقدين فيه. لماذا؟ لأن الأصل السلامة، سلامة المبيع، فإذا لم يسلم انتفى الأصل، لا يثبت لك هذا الخيار. لكن متى يسقط حق رد بالعيب؟ يعني أنت لك أن ترده بالعيب. الآن أصبح عندنا ما يسمى بالضمان، تمام؟ لك ضمان سنة، 6 أشهر، أسبوع، هكذا. طيب متى يا أستاذ يسقط هذا الحق؟ هذا الضمان يجوز أستاذ؟ نعم، هذا شرط. وفيه وقت في خيار العيب لا يوجد، فقط في أي وقت هو يسمح له أن يجوز؟ في مدة زمنية. في الشرع يوجد هذا؟ نعم، في الشرع يوجد. عند الشافعي؟ لا، وعند الشافعية كذلك. نعم، خيار العيب في أي وقت تجد أنت. يعني أنت أخذت هذه السيارة بعد أن مكثت عندك سنة، وجدت عيبا لا ندري هذا العيب هل هو قديم أم جديد. إذا أثبتنا هذا العيب قديما يسمح له أن يرد هذه السيارة إذا لم يحدث عيب جديد عندي. ولذلك هذا إثباته صعب، إثبات مثل هذه الأمور صعب. فلذلك يعني إذا شرط البائع اشترط بعد هذا أنا غير مسؤول وأنت قبلت، خلاص مفهوم هذا؟ مفهوم، ولكن يعني إذا شرط يعني ممكن أقول لك أنت تأخذ هذا اللابتوب، قلت لي نعم، قلت بعد أن تخرج من هذا، وهكذا. يعني في نعم هذا موجود، في يوجد في بعض المحلات، نعم، هكذا. بعد الخروج البضاعة لا ترد بعد أن خرجت، تمام؟ ما دمت أنت هنا خلاص ما في مشكلة. أقول لك بعد أسبوع أنت قبلت هذا، خلاص ما في مشكلة،
تمام. المشكلة يعني متى يثبت أنت لم توافق على هذا؟ فهنا البائع إذا اشترط على المشتري أنه غير مسؤول عن كل عيب يوجد في المبيع وأنت راضي فلا حق لك. طب إذا ظهر معيبا، وإن ظهر معيبا لأنك أنت تنازلت عن هذا الحق، تمام؟ فهمنا هذا؟ هذا حكمي أستاذ، ليس لأحد أن ينزل عن حقه. وإن كان حكمي، لكن الحكم هذا بضوابط وشروط. بضوابط. ما الفرق بين الإرادي والحكم إذن؟ الحكم هذا يثبت وإن لم تشترطه، يجوز الله أن يسقطه. لكن متى؟ هناك أشياء تسقط هذا الحق. أنت قلت، قال لك اشترط عليك هذا، فقلت أنا موافق. مثل المسألة التي تكلمتم فيها بالأمس، يعني هي لا علاقة لها بخيار العين، لكن هذا شرط. اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، هذا شرط جائز. طيب أنت لك أن تقبل أو لا تقبل. إذا هو تزوج هي لها أن تقبل أو لا تقبل، تمام؟ يعني تستمر في العلاقة الزوجية أو تطلب الطلاق، يفسخ العقد، مفهوم هذا؟ فهذا يرجع لك. يعني لذلك حينما نتكلم عن الشروط سنتكلم عنها اليوم، هناك من توسع وهناك من منع، هناك من توسط في تلك الشروط. طيب يشترط في العيب، يشترط في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون من شأنه إنقاص المبيع. يعني مثلا وجدت عيبا، فلما قال لا يؤثر سعره كما هو أو نقص شيئا قليلا، وهذا مرجعه يا شباب إلى العرف السائد، تمام؟ كما تكلمنا أيضا بالأمس قلنا هذا يرجع إلى أهل الخبرة، أهل التخصص، تمام؟ طيب وحتى لو كان السعر المتفق عليه أقل من قيمة هذا الشيء المعين، يعني يشترط ألا يقلل من سعره. طيب يشترط أن يوجد العيب في المعقود قبل العقد أو بعد إجراء العقد، قبل التسليم. أمشي قبل التسليم. طيب إذا حدث بعد التسليم، أنا لست مسؤول، أنا سلمتك بياسر، هذا خلل من المشتري ليس من البائع. طيب إذا علم المشتري بالعيب ولم يتكلم سقط حق، ولهذا يشترط عدم علمه إذا أخبره البائع بأن السلعة معيبة ورضية فرد، لأن الرضا تم بينهما على أساس وجود العيب، تمام؟ إذا أنت صاحب الحق فيه أن تسقط حقك أو أن تثبت حقك وهكذا. ما أثر العقد العيب على العقد؟ هل يكون العقد نافذا أم ليس بنافذ؟ العقد نافذ، تمام؟ لأنه عقد صحيح، لا أثر للعيب على حكم العقد، لكن غير لازم. متى يصبح لازما؟ إذا قبل. يعني نحن تكلمنا بالأمس يا شباب قلنا أن العقد هذا يمر بمراحل، مرحلة المولد يكون صحيحا ثم يكون نافذا ثم بعد ذلك يكون لازما، وبينا ووضحنا لحضراتكم هذه الأمور. يبقى العقد صحيح نافذ لكنه غير لازم. ما معنى غير لازم؟ تكلمنا فيها بالأمس وقلنا يعني يثبت له الحق في إعادته. طب لازم ليس له الحق، ليس لأحد المتعاقبين.
ما هو خيار الشرط؟ خيار الشرط يعني يشترط مدة معينة في العقد. كيف هذا؟ اشتريت سيارة من فلان، فيقول يعني العقد يصبح لازما بعد 15 يوما. لماذا؟ قال حتى أركب هذه السيارة وأعرف كيف يعني ما إمكانياتها وإلى غير ذلك. فخيار الشرط هو أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما أو لغيرهما، يعني قد يكون توكيل موكل الحق في إمضاء العقد وفسخه في مدة معلومة، تمام؟ وهذا ليس حكمي وإنما هو إرادي، هذا ليس خيار حكمي وإنما هو خيار إرادي. صورته كما قلت لك، بعتك هذه السيارة مثلا ب100,000 على أن لي الخيار أن أقودها أو أن تكون عندي 3 أيام أو 4 أيام. أشتري منك كذا على أن يكون لي الخيار، أو يشترطه لأبي أو لأخي، يعني قد يكون لأحد المتعاقدين أو لكليهما أو من وكله في البيع والشراء. طيب، هل خيار الشرط مشروع؟ الفقهاء قالوا جائز، لكنه شرع على خلاف القياس. لماذا شرع على خلاف القياس؟ القياس أن العقد لازم، وهذا ينافي اللزوم. سنتحدث يعني اليوم، يعني ستكتمل النظرية عندنا، كيف يا أستاذ يعني يكون لازم، كيف يترتب عليه الأثر القبض، وماذا يترتب عن القبض، وهكذا. إذن هو على خلاف القياس. لماذا؟ لأن القياس ما دام هناك إيجاب وقبول تم البيع ويلزم، لكن اشتراط هذا الشرط ينافي اللزوم، ينافي اللزوم. طيب، لكن ثبت جوازه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام. لذلك بعضهم حدده بماذا؟ 3 أيام. تمام؟ طيب، وهذا يثبت عند جمهور الفقهاء. عند الإمام مالك قال: نعود إلى العرف والعادة. مفهوم ماذا؟ هذا رأي سيدنا الإمام مالك. ما هي شروط خيار الشرط؟ خيار الشرط قلنا هو إرادي ليس حكمي، يثبت عند جمهور الفقهاء بإرادة العاقد. الإمام مالك قال المرجع فيه العرف والعادة. الشرط يعني ممكن يكون إرادي وزاد شيئا آخر خلافا للجمهور العادة، يعني عادة أهل البلد أن المبيع ينقص عندك أو يكون معك 3 أيام أو 4، هذا مرجعه إلى العادة. فهذا ما زاده الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. خيار الشرط يكون في العقود اللازمة القابلة للفسخ، تمام، والتي لا يشترط في صحتها القبض. لأننا نتكلم اليوم عن هناك عقود يشترط فيها القبض، هناك عقود لا يشترط فيها القبض، وهكذا. طيب، اتفق الفقهاء على أن يكون الخيار مدة معلومة، فلذلك نحن تكلمنا مع الشيخ رضوان، هو يقول يعني المدة تكون مفتوحة،
لا هذا يعني غير مؤقت، هذا مشكلة. لا يصح اشتراط خيار غير مؤقت، تمام؟ الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أبو حنيفة حدده بثلاثة أيام، تمام؟ الحنابلة قالوا مرجعه أو هو موكول إلى اتفاق الطرفين، المالكية العرف المتعارف عليه، وهذا رأي جميل يعني متعارف عليه. طيب هل يصح اشتراط خيار الشرط لأي واحد من المتعاقدين؟ جمهور الفقهاء قالوا نعم، وذهب الفقهاء إلى جواز اشتراط خيار الشرط لأجنبي، يعني اشتريت هذا ولأبي الخيار ولأخ الخيار أو لأهل التخصص الخيار، تمام؟ قد يقول لأجنبي، هذا ما فيه مشكلة، يعني اشتريت هذا ثم ذهبت إلى من يقوم بالكشف عن هذه السيارة وبيان وإظهار ما فيها من عيوب. ما هو أثر خيار الشرط على العقد؟ خيار الشرط يجعل أيضا العقد غير لازم، لكن بالنسبة لمن؟ لمن اخترط، تمام؟ يعني ما معنى العقد لازم؟ كررنا الكلام هذا كثير، ليس لأحدهما فسخ. فهنا خيار العين أو خيار الشرط يجعل العقد غير لازم، لكن بالنسبة لمن اشترط له هذا الخيار. إلى متى يا أستاذ؟ قد تكون ثلاثة أيام أو ما رآه المتعاقد حسب اختلاف العلماء، تمام؟ حتى يبت فيه بالإمضاء فيلزم العقد ويسقط الخيار، مفهوم هذا يا شباب؟ طيب اختلف الفقهاء في ترتب آثار العقد وأحكامه، هل تترتب فور العقد أو أن وجود الخيار يمنع ذلك؟ يا شباب خيار الشرط هذا، نحن بالأمس قلنا لكل عقد من العقود أثر بالنسبة للبيع، انتقال الملكية من البائع إلى المشتري والثمن من المشتري إلى البائع، بالنسبة للزوجية أو للزواج حل الاستمتاع، بالنسبة للإجارة حل الانتفاع، وهكذا، هذا هو الأثر. طيب تعاقدا لكن مع وجود الخيار، هل يكون يعني تترتب الآثار على آثار العقد وأحكامه، أم أن وجود الخيار يمنع ذلك؟ القول الراجح عند السادة الشافعية والحنابلة خيار الشرط لا يؤثر على ثبوت الأحكام، تمام؟ بل تثبت فورا، تمام؟ كالعقد المطلق، نعود إلى أصول الفقه، مطلق مقيد، ما معنى مطلق؟ لا تعاقد غير شرط، شيء كامل، شيء كريم. عم يا شيخنا، ما معنى عقد مطلق؟ العقد الذي استوفي كل شروطه وأركانه يكون مطلقا. شيخ ريحان، شيخ ريحان، ريحان معنا؟ نعم.
الشيخ ريحان يصلي التراويح. أيها الشيخ الشركسي. نعم أنا موجود. يمكن نعم. أن تعيد سياق الجملة؟ أنت كنت تتناول العشاء. لا لا أنا هنا. أنا قصدي يعني ما أجمل ما هو سياق. ما أجمل الدروس عن بعد. نعم. يعني ممكن تستمع إلى التلفاز وتسمع الراديو. لا لا أنا فقط مع الجوال ولا تلفاز ولا أي شيء. جميل جميل. والجوال الآن أصبح فيه التلفاز وأصبح فيه الراديو أصبح فيه. نعم لا نحن في طلب العلم الآن مركزين جدا. معنى عقد مطلق ومعنى عقد مقيد، ما المراد؟ يعني يعني نحن نقول الشافعية يقولون إن اشتراط الخيار لا يؤثر في ثبوت الأحكام، فالأحكام تثبت فورا، تمام؟ مثل العقد المطلق. إذن العقد المطلق عن الخيار مقيد بخيار، مقيد بشرط، تمام؟ هذا اسمه مقيد، لكن مطلق مطلق بلا عن شروط يعني. تمام، ليس فيه شروط وليس فيه تقييد بأي شيء، تمام؟ فتنتقل ملكية البدلين للشخصين المتعاقدين، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لأن العقد صحيح نافذ. أثر الخيار ينحصر في منع التصرف، تمام؟ يعني الخيار فقط لا تتصرف حتى. لكن لو أنا سئلت هذا لمن، هذه السيارة أصبحت ملكا للشيخ رضوان، لكنه لا يتصرف فيه حتى يعني يوم يعني يقول أنا وافقت تماما، مفهوم هذا؟ فهو يا الشرط هذا يمنع التصرف، تمام؟ ولكنه لا يمنع نقل الملكية. السادة الحنفية والمالكية قالوا إن اشتراط الخيار يمنع ثبوت الأحكام، تمام؟ فلا تثبت آثار العقد وأحكامه ما دام الخيار قائما، هذا عند الحنفية والمالكية. لكن الشافعية قال تثبت الملكية، لكنه التصرف هو الذي موقوف. الحنفية قالوا لا، يمنع الملكية، يعني يمنع ثبوت الحكم، لا تترتب الآثار ما دام الخيار قائما، فلا تنتقل ملكية البدلين للطرفين. طيب إذا كان الخيار للبائع وحده، الخيار للبائع، هل يزول ملكه؟ لا يزول، لا يزول ملكه، ويخرج الثمن من عند المشتري، تمام؟ وهكذا. وأورد الفقهاء في كتب الفقه تفصيلات في هذا الخصوص أو في هذه المسألة. ننتقل بكم بعد ذلك إلى خيار التعيين. ما هو خيار التعيين؟ ما معنى التعيين؟ التعيين في فقه الشافعي هو الموجود. غير موجود؟ ما سمعت. لا ولا يأتي لك بهذا الخيارات. طب أنا سأذكر لك المثال. أنا عندي سيارتين، تمام؟ نعم. أو عندي بابين أو دارين، فقلت بعتك هذا أو هذا، تمام؟ نعم. بعتك هذا أو هذا، فجئت لي في اليوم التالي قلت هذا، خلاص تعين. إذا عين أحدهما صار محل العقد معلوما، يبقى التعيين كأنه لا بيع، تمام؟
يعني القائلين بمشروعية التعيين هم السادة المالكية والحنفية، تمام؟ أما الشافعية منع الخيار، يعني ما عندهم خيار تعيين. نعم واقع. لماذا؟ القياس يقتضي أن يكون محل العقد معلوما، تمام؟ خيار التعيين يجعل محل العقد غير معلوم، فهنا مجهول للتردد بين الشيئين. فهم هذا؟ إذا ما هو خيار التعيين؟ خيار التعيين أن يكون للعاقد خلال مدة محددة الحق في تعيين أحد الأشياء المختلفة أو المختلفة التي ذكرت في العقد. اتفق الفقهاء على مشروعية خيار التعيين، اختلف الفقهاء في مشروعية خيار التعيين المالكية والحنفية، قالوا بوجود خيار التعيين، الشافعية والحنابلة منعوا هذا الخيار. طيب بعد ذلك يا شباب، ما هي شروط خيار التعيين؟ يشترط أن يكون في صلب العقد، تمام؟ يجب أن يكون محل الخيار من القيمات. ما هي القيمة؟ هي الأشياء التي تتفاوت فيما بينها، تمام؟ وأن يكون ثمن كل واحد منها معين. يشترط أيضا أن تكون مدته معلومة، تمام؟ لا يجوز اشتراط هذا الخيار للبائع والمشتري في آن واحد، تمام؟ لأن ذلك يؤدي إلى الجهالة الفاحشة. طب ما أثره على العقد يا أستاذ؟ نحن عرفنا أن الحنفية والمالكية يقولون بخيار التعيين، الشافعية والحنابلة يقولون لا، لأنه يشترط أن يكون محل العقد معلوم، وهذا مجهول فيؤدي إلى الجهالة والمنازعة. الفقهاء القائلين بهذا الخيار اتفقوا على أنه تثبت أحكام العقد وآثاره من وقت وجوده، ويتعلق ثبوت الملك للمشتري نتيجة خيار التعيين، تمام؟ يتعلق ثبوت الملك للمشتري بأحد الأشياء التي هي محل الخيار دون تخصيص. يعني إيه؟ هم قالوا يثبت به الحكم حتى مع وجود خيار تاني، يتعلق بإحدى السيارتين، تمام؟ حتى إلى أن يأتي التعيين، تمام؟ فهم هذا؟ دون تخصيص، يعني بأحد الأشياء لكن دون تعيين. وهذا يفكرنا أو يذكرنا ب الواجب المخير. تعرفون الواجب المخير؟ هو الذي خيرك فيه الشارع بين أمرين، فالأمر يتعلق بأحد الأمرين دون تعيين. فهنا كذلك، وقالوا يثبت أو تترتب عليه أحكام وتوجد به الآثار، لكن مع ماذا يا أستاذ؟ الحكم تعلق بأحد الأشياء، وهي في يد هذا البائع، أصبحت يده أمانة في يده، لأن المشتري قبضها باسم المالك لا على وجه التمليك. طب إذا اقتصر المشتري على ذكر خيار التعيين بدون خيار الشرط، كان العقد لازما. طيب بهذا يا شباب نكون قد انتهينا من الخيارات. تكلمنا عن خيار الرؤية، خيار الشرط، خيار العيب، خيار التعيين، وتكلمنا عن أثر كل واحد من هذه الخيارات في
في العقد، فهو لا يمنع من كل الخيارات، لا تمنع من ترتب الحكم أو وجود الأثر، لكنه يكون موقوف النفاذ. طيب، هناك ما يسمى بالالتزامات، يعني التزامات في العقد أو شروط في العقد. ما هي هذه الالتزامات؟ بالأمس تكلمنا عن الشرط، وقلنا أن هناك شرط شرعي مصدر الشرع، وهناك شرط جعلي، يعني هو الذي ينشئه الإنسان، يعني من جعل الإنسان، لذلك يسمونه بالجعل. ومن هذه الشروط ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. الالتزامات التي ينشئها العقد هي كل تكليف بفعل أو امتناع عن الفعل، تمام؟ يعني التزام، بمجرد العقد أنت مأمور بشيء وممنوع من شيء، هذا يسمى الالتزام العقدي أو ما يسمى بمقتضى العقد، تمام؟ الالتزامات التي يشترطها العاقدان هذه الجعلية، وتسمى الشروط الجعلية أو الوضعية. ولماذا قلنا جعلية أو وضعية تمييزا لها عن الشرعية؟ لماذا؟ لأنها من وضع العاقدين، من وضع من؟ من وضع العاقدين. الالتزامات يستلزم مقتضى العقد، وهو الالتزام الذي ينظمه الشرع في كل عقد لتحقيق التوازن. مفهوم هذا الكلام يا مشايخ؟ كيف رايحة؟ نعم مفهوم، نعم شيخ. موجودين. أين الشيخ رايحة؟ أنا موجود هنا. أهلا بك يا شيخ ريحان، أين أنتم شيخ ريحان؟ أنا بس أنا في الطريق في السيارة. تصلون بسلامة الله سبحانه وتعالى. وأنا معكم في الدرس. أهلا وسهلا بك، ليتك تسمعنا وتفهم هذا الكلام إن شاء الله. أسمع وأفهم إن شاء الله. هذا كلام مهم، تصل بسلامة الله حتى لا نعيقك عن القيادة، تصلون بسلامة الله. بارك الله فيك شيخ. أهلا وسهلا. طيب، يعني ما معنى مقتضى العقد؟ اتفقت أنا والشيخ رضوان، خلاص الشيخ ضمير بعني راح ذهب إلى التولوجيا على بيع سيارة، بعتك اشتريت أو اشتريت منك قبلت، بمجرد هذا الشرع وضع لنا نظاما يسمى بالالتزام العقدي، وهذا الالتزام يجعل العاقد مكلفا به دون الحاجة إلى اشتراط. يعني ما سمعنا يوما يعني أنك تكتب في العقد أن تسلم لي كذا، لكن نقول مثلا تسليم العين خالية، فهنا دفع الثمن، يعني حينما نكتب العقد يقول هكذا اشترى فلان من فلان سيارة مقابل مبلغ مالي كذا كذا كذا، تمام؟ لكن هل نص العقد على دفع الثمن وتسليم المبيع؟ كتب لا، النص موجود، يوجد في العقد هذا الكتاب فقط، هل موجود؟ نعم، إذا لم يقل شاركونا يا شباب. شيخ كريم ما رأيك؟
هذا يا شيخ جالس أفكر. تمام، أنا أتركك، أترك لك التفكير لكن ليس بالكثير. لا يعني مثلا دفع الثمن، تسليم المبيع، ضمان عيوب المبيع الخفية في عقد البيع، هذه تثبت بمقتضى العقد. تمام، لماذا؟ لأن هذه التزامات يستلزمها العقد داخل في العقد، داخل استلزام هكذا. تمام، يعني بالشرع وجدت هكذا. كذلك بالنسبة للإيجار، تسليم المأجور، دفع تسلمني هذه الشقة أو هذه السيارة وأعطيك الأجرة، وبالتالي عدم التعدي على الشيء المأجور لأن يدك يد ماذا؟ ضمان. تمام، أم يد أمانة؟ أمانة. يد ضمان. أمان أم ضمان؟ ضمان. إجارة. إجارة ضمان. ضمان. تمام. إعارة. وهذا سنتكلم عنه أيضا يا شباب، يد الأمانة ويد الضمان وما الفرق بينهما حتى نفهم هذه الأشياء. كذلك بالنسبة للوديعة، عدم استلام، عدم استعمال الوديعة. تمام، عدم التقصير في حفظها لأن اليد يد. يد أمان. يد أمان. مفهوم هذا؟ نعم. هذا سنعرفه إن شاء الله كله جيد. شيخ ممكن سؤال؟ تفضل يا سيدي. الفرق إذا بين الالتزام والمقتضى؟ كلاهما واحد. هو نفسه. نعم. لا يعني مقتضى ما يتطلبه، مقتضى ما يستلزمه. تمام؟ فكلاهما واحد. طيب. فأنت بمقتضى العقد هو أن تلتزم بتلك النظم الذي وضعها لك الشرع في كل عقد. تمام؟ يعني هناك شيء نظمه ووضعه الشرع، فأنت بمجرد مثلا عقد البيع وعقد الإجارة تلتزم بها بمقتضى العقد دون أن يطلب منك. لماذا؟ نحن قلنا هذه أشياء حكمية، هذه أشياء تعبدية من الطاعة. تمام، لأنك أنت إذا خالفت لم تقم، يعني كأنك عصيت الله سبحانه، عصيت الله، ليس كأنك عصيت الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الالتزامات العاقد يعتبر مكلف بها، كما كلف بالصلاة والصيام كذلك هو مكلف. أنا اشتريت، مكلف بدفع الثمن. طب لم أدفع الثمن حرام؟ تمام، هذا حرام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر بالوفاء. فكونك تعود ترجع هكذا بدون سبب هذا فيه خطورة عليه. هذا معنى الالتزام. تمام؟ نعم. طيب، الالتزامات التي يشترطها أحد العاقدين. تمام؟ يعني في أشياء حكمية وهناك أشياء جعلية يشترطها أحد المتعاقدين. مثل ماذا يا أستاذ؟ جعلية ممكن أن يكون الإرادية. إرادية بالشخص يجعل. نعم. يعني خيار الشخص. مثلا لا يعني اشتريت منك شقة بيتا، فقلت يا أستاذ أنا أستعملها لمدة شهر. هذا شرط اشترطه البائع. أو بعت سيارة قلت لك بشرط أن تبقى عندي أستعملها إلى أن أشتري أخرى، هذا شرط.
هذا يسمى شرط شرطه أحد العاقلين، هذا الشرط الجعل. مثل يعني الزواج، النكاح، الشرع وضع له شروط، هذه شروط بمجرد الزواج تثبت، لكن هناك شروط جعلية تشترط ألا يتزوج عليها، تشترط ألا تسافر معه إلى، يعني لا تخرج من قريتها أو مدينتها وهكذا، هذه شروط تسمى بالشروط الجعلية، ليست حكمية، ليست شرعية. لماذا؟ لا، إرادة أحد المتعاقدين، يعني يشترطها أحد المتعاقدين. كذلك ممكن المؤجر، هذه الشروط يدخل في هذه العقود، الأمر يرجع إليك أنت بالنسبة للشروط الجعلية، هي أساسا في الأصل ليست موجودة، لكن هي شروط حلال ليست حرام. سنتكلم الآن عن من، يعني مثلا الظاهرية قالوا كل شرط لا يوجد في كتاب الله لا يعد شرط، تمام، يعني لازم القرآن والسنة، بعيدا عن هذه الشروط، ليس الشروط. هناك من اقترب من الفقهاء من مذهب الظاهرية، سنتكلم عن هذا، فهذا مرجعه إليك أنت، أنت وافقت خلاص لا بد من الالتزام، يجب عليك الوفاء. أنا وافقت. تمام، إذا وافقت، إذا خالفت للآخر جواز الفسخ، فكذلك في الزواج. تمام، طيب، اشتراط المؤجر دفع الأجرة كاملة، ذهبت إليك قلت أريد أن أستأجر منك هذا البيت، قلت يا أستاذ، قلت لك نعم، إذا أردت أن تستأجر هذا البيت لا بد وأن تدفع الأجرة كاملة، أنا أخذ بالشهر 100، إذا في العام 12 ألف، في الشهر 1000، إذا في العام 12 ألف. قلت لك موافق، فمررت، مضيت شهر شهرين، ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ ما استطعت. له الحق في الفسخ، تمام، له، هل هذا حرام؟ ليس حرام، واشترط هذا، أنت لم تستطع الوفاء بما أخذته على نفسي. الفقهاء قالوا إن ترتيب أحكام العقود وآثارها في الأصل هو عمل الشارع، الشرع، ليس من عمل المتعاقدين. الشرع الحنيف والذي ينظم أحكام هذه العقود ونتائجها في حقوق الناس، ويجعل كل عقد طريق إلى ثمار أو آثار معينة، هذا كله يسمى بمقتضى العقد أو لازم العقد، مفهوم هذا يا شباب؟ طيب، عندك في الصورة كتبت لك الالتزامات العقدية، التزامات أو التزامات يلتزمها أو يستلزمها العقد، مقتضى العقد، التزامات أو شروط يشترطها أحد العاقدين، مفهوم هذا؟ قلت لكم إن ترتيب الأحكام هذا من عمل الشرع ليس من عمل المتعاقدين، فالشرع الحنيف هو الذي ينظم الأحكام والأثار التي تترتب عليها. طيب، الالتزامات أو الشروط التي يجعلها أحد المتعاقدين
اختلف الفقهاء في حرية المتعاقدين في إضافة الشروط. لماذا هم أضافوا هذه الشروط؟ لتحقيق مقصد خاص سواء بالبائع أو بالمشتري. هذا الشرط بناء عليه يتم تعديل أحكام العقد والآثار التي تترتب عليه. طيب، بالمناسبة لا بد وأن نتكلم عن أنواع الشروط التي هي موجودة في العقد. التصرفات كما تكلمنا في أول محاضرة ممكن أن تكون قولية وممكن تكون فعلية. من التصرفات القولية العقود. العقود إذا نظرنا فيها قلت لكم أن هناك عقد مطلق، يعني خالي من القيد أو الشرط، تمام؟ تتذكرون الأمر المطلق والأمر المقيد؟ أمر مطلق والأمر المقيد. نعم. ما هو الأمر المطلق؟ والذي لم يعني يقيد. من النصوص ولا؟ نعم نعم مثل تحرير رقبة بدون قيد، هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة مثلا؟ أمر مطلق في الأصول هذا تقصد، أمر. يعني مجرد عن القرائن، يعني نعم، هل هي للمستحب أو كذا لكن لما يفعل؟ رقب فتحرير رقبة مؤمنة هذا مقيد، مقيد نعم بالصفة، قد يكون مقيد بالشرط. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، تمام، هذا مقيد بالشرط. إذا لم قد تجدوا يكون ماء. مقيد بالمرة، تمام، قد يكون بالتكرار، وقد يكون مطلق عن كل هذا. مفهوم هذا؟ فهنا العقود كذلك من العقود ما هو مطلق، يعني ليس مقيد بشرط أو خيار. كذلك هناك عقود مقيدة، مقيد بخيار العين، بخيار الشرط، بخيار الرؤية. طيب، العقود الخالية من القيد أو الشرط تسمى بالعقود المنجزة. تمام؟ منجز. بمعنى أنه توجد آثاره وتترتب عليه من فور إنشائها، يعني بمجرد الاتفاق والكلام في العقد والاتفاق عليه تترتب الآثار، فهذا يسمى بالعقد المنجز. لماذا؟ خالي من القيود، خالي من الشروط، خالي من الأوصاف، لذلك تترتب عليه الآثار. التصرفات القولية اللي هي العقود اللي منها العقود قد يكون مقيد بالشرط أو بالصفة أو غير ذلك، هذا يسمى بغير المنجز. تمام؟ يبقى إذن العقد ينقسم إلى منجز وغير منجز. الشروط كذلك تنقسم إلى عدة أقسام. هناك شرط يعلق على وجود العقد، هناك شرط يؤخر، أو يعني شرط يعلق وجود العقد، وشرط يؤخر ثبوت العقد وآثاره، وشرط يقيد حكم العقد. مرة أخرى يا شباب، هذا مهم جدا. العقد منجز أو غير منجز؟ طيب، منجز يعني خالي من الشروط والقيود، بمعنى أنه تترتب عليه الآثار مباشرة. طيب، غير منجز، هذا معلق بشرط. الشروط هذه ليست واحدة، هناك شرط يؤثر على وجود العقد، هناك شرط يؤثر على آثار العقد،
هناك شرط يقيد حكم العقد. الشرط المعلق أو المعلق للعقد، ما معنى معلق؟ إذا كان كذا يعني تعليق، إذا وجد كذا فهو كذا، إن فعلت كذا فلك كذا، هذا معلق، وهو الشرط الذي يجعل وجود العقد مرتبطا بوجود شيء آخر، تمام؟ فيوجد العقد بوجود الشرط ويترتب الحكم والأثر، ويسمى بالعقد المقترن. ومثال هذا يقترن أو عقد معلق هنا؟ لا، ما هو مقترن بالشرط، تمام؟ يعني بهذا الشرط، يعني الشرط المقترن بالعقد هذا يسمى بالشرط المعلق، تمام؟ اقترن بالشرط، ارتبط به، فهذا يسمى بالشرط المعلق. طيب، بعتك أو يعني أنا معي بيت لكن معي شريك آخر، فقلت مثلا للشيخ رضوان: بعتك حصتي من البيت إذا وافق صاحبي أو شريكي. فهنا أنا ربطت العقد اللي هو البيع بشرط وموافقة من؟ صاحبي. هذا عقد معلق، هذا عقد مقترن بشرط، تمام؟ وصيغ التعليق يا شباب كما تدرسون في اللغة العربية أدوات الشرط: إن، إذا، متى، مهما، هكذا. هناك شرط يسمى بالشرط المضاف للعقد. ماذا يقصد بهذا الشرط؟ يقصد بهذا الشرط تأخير ترتب الحكم إلى زمن مستقبل. يعني لو لم توجد هذه الإضافة أصبح العقد مستمرا، تمام؟ كيف هذا؟ أقول: أجرتك سيارتي لمدة أسبوع. لو قلت أجرتك سيارتي فقط، العقد مفتوح. لمدة أسبوع، هذا منع من الاستمرار. فكأن لولا وجود هذا الشرط لأصبح العقد مستمرا ودائما، تمام؟ وهكذا. هذا العقد المقترن بهذا الشرط يسمى بالعقد المضاف. مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى مدة زمنية، مضاف إلى يعني مهلة زمنية، وهكذا. الشرط المقيد للعقد أو الشروط التي تقيد العقد هي عبارة عن التزامات يستلزمها أو يشترطها أحد المتعاقدين أو أحدهما أو كلاهما. إذا لم توجد هذه الشروط لم يتم. لا، لماذا؟ يعني لو لم توجد لاستمر العقد. لماذا؟ لأن هذه الشروط ليست من مقتضى العقد، تمام؟ يعني ماذا تريد أن تقول يا أستاذ؟ يعني بدون هذه الشروط العقد كما هو، لكن هذا الشرط جعل العقد مضاف في هذه الحالة. لا يعتبر العاقد مطالبا بما تم التعاقد عليه إلا إذا تم اشتراط أو تم وجد هذا الشرط. فهذه الشروط لو لم تكن، فهي لم تكن، يعني لو لم تكن لصدر العقد مطلقا، يعني لم يكن معلقا بشرط. وفي هذه الحالة
يوجد العقد متى وجد هذا الشرط، ويترتب حكم العقد من فور إنشائه كما تكاد كما ذكرت لكم ذلك من قبل. طيب، من أمثلة هذا الشرط اشتراط البائع استعمال المبيع مدة معينة، اشتراط المؤجر دفع الأجرة كاملة، اشتراط المعير ضمان العارية. هذه كلها تسمى بشروط مقترنة بالعقد أو الشروط الجعلية أو الشروط الوضعية. عندك الصورة يا شيخ رضوان، عندكم يا شباب نوعية الشرط، صيغة العقد وملاحظات. ما هو العقد المنجز أو المنجز؟ لا يوجد فيه قيد أو شرط. طب معلق؟ معلق على قيد أو شرط. تمام؟ العقد المنجز يوجد بوجود الصيغة منذ إنشائه، يترتب عليه الحكم والآثار فور إنشائه، لكن المعلق عند يترتب الحكم عند وجود هذا الشرط. تمام؟ يوجد العقد بوجود هذا الشرط. طب المقيد يا أستاذ؟ يا مقيد بزمان معين، بشخص معين، الشرط الذي يقيد حكم العقد وآثاره. متى يوجد؟ يوجد بوجود الصيغة. تمام؟ يترتب حكمه وآثاره فور إنشائه. طب المضاف؟ يؤخر أو يؤخر ثبوت حكم العقد وآثاره. تمام؟ وهكذا. ننتقل بكم إلى هذا الأمر الذي كررناه كثيرا وذكرناه كثيرا، يعني هل يجوز لكل عاقد أن يشترط ما يراه؟ أو ما نسميه يا مشايخ حرية الشروط بالتعاقد. لا، أهم شيء لا يخالف مقتضى العقد. صحيح، هذا مهم جدا، وإذا خالف مقتضى العقد إذن أفسد العقد، يعني كأنه غير موجود، يعني كأن الشرط غير موجود والعقد نافذ. هذا جميل، لكن إذا نظرنا وتأملنا في الفقه في مدى حرية العاقدين في إضافة شرط لتحقيق مقصد خاص له، بعض الفقهاء كما قلت لكم توسعوا، والبعض ضيق، والبعض توسط. ماذا؟ يعني اعتبروا إن الأصل في الشروط المنع. معي هذا يا شباب؟ وبعضهم اعتبر أن الأصل في الشروط الجواز، وبعضهم توسط بين الأمرين. وهنا نقف مع هذه الاتجاهات الثلاثة. الظاهرية قالوا أن الأصل في الشروط المنع، فكل شرط لم يأتي في الكتاب أو السنة فهو شرط باطل. لماذا؟ لأنهم يرون أن عمل العقد وأثره هو عمل الشارع ليس عمل العقد. ممكن لأنك هم كذلك يرون أن الأصل في العقود المنع. ليس الأصل في العقود المنع، هذا بعضهم قال يعني هذا كما ذكرت لكم بالأمس، لكن الراجح
ليس الأصل في العقود المنع، الأصل فيها الجواز. لا أنا أقصد على شرط الظاهرية، هم لما قالوا أن الأصل في العقود المنع كذلك قياسا على هذا الشروط كذلك على المنع. لا، لا هو الظاهرية يا شيخ كامل كريم لهم منهجية في استنباط الأحكام من القرآن والسنة، أنهم يأخذون بظواهر النصوص، فكذلك هم قالوا أن الأصل المنع، يعني كل عقد لم يوجد في القرآن أو في السنة ولم يوجد في الفقه فهو غير موجود، فكذلك كل شرط، لا كل عقد، هم قالوا كذلك، يعني كل عقد قالوا كذلك، وكذلك كل شرط، مفهوم هذا؟ فبالتالي هذه هم لا، يعني هم لا يبحثون عن المقاصد وعن الحكم والغايات، وإنما يقفون عند ظواهر النصوص، فبالتالي تجد لهم منهجية تختلف تماما عن الأئمة الأربعة، سيدنا الإمام أبو حنيفة، سيدنا الإمام مالك، سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين. فلو تأملت مثلا في الفقه الحنفي تجد كله مقاصد، الفقه الشافعي كذلك، السادة المالكية توسعوا في المقاصد، ولما نظروا عند الحنابلة يعني الذين يقولون ليس عندهم مقاصد، وجدوا أن سيدنا الإمام أحمد يعني في المرتبة الثانية بعد السادة المالكية، رأيتم هذا؟ فهم يبحثون عن هذا المقصد، لماذا هذا؟ ما الحكمة من هذا؟ لكن الظاهرية ليس كذلك، الظاهرية يقفون عند ظواهر النصوص، وهذا في العصر الحديث سبب لنا مشاكل كثيرة جدا. يعني ما رأيك، وجدنا الوهابية، الوهابية لما وقفوا أيضا عند ظواهر النصوص رأيناهم ضلوا وأضلوا، الوهابية لا يعترف بالمذهبية، لا أعرف، هم رجال ونحن رجال، يا عم أنت مين رجل مين، ها رجل مين أنت، رجال مين أنت، يعني تساوي نفسك بسيدنا الإمام أبو حنيفة وسيدنا الإمام أحمد، كيف هذا؟ فمثلا الإسبال ربما يكفرك لأن ثوبك طويل، يا سيدي أين العلة، أين المقصد؟ الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، هذا هو المقصد، ليس مقصد أن تضعه فوق الركبة، يعني ليس هذا المقصد، أن تصل هذه الثياب إلى النجاسة، أن لا يكون هناك خيلاء أو تكبر. ولذلك سيدنا أبو هريرة لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة لا يدخلون ومنهم المسبل إزار، قال يا رسول الله أأنا منهم؟ قال لا لست أنت منهم. فإذا هذا لابد فيه من البحث عن المقاصد، فالظاهرية يقفون عند ظواهر النصوص، الوهابية كذلك، لذلك تجد كل شيء عندهم يعني لا يعرفون إلا الحرام، حرام حرام يا سيدي كيف هذا، يعني إن الدين يسر، ليس بهذه الطريقة وليس بهذا التشدد وهكذا. فلماذا يا شيخ كريم قالوا أن الأصل في الشروط المنع؟ لأنهم يأخذون بظواهر النصوص. قالوا أيضا أن الأصل في العقود المنع، لأنهم أيضا يأخذون بظواهر النصوص. ممكن نكتفي بهذا القدر ونكمل.